هسه ناخذ دراجز تريتينج جوت. اول شيء نفهم شنو جوت، شنو هذا داء النقرس. هو عباره عن ميتابوليك ديزيز ريزولتينج فروم اوفر برودكشن اوف بيورينز. شنو البيورينز؟ حطيت لكم هاي الحلقه هنا حتى نفهم. البيورينز عباره عن حلقه ثنائيه تتكون من بايراميدين اللي هو هذا، وتتكون ايضا من حلقه ميدازول. زين، attack of goat can be acute or chronic. The inability of certain individual، اكو بعض الاشخاص ما يقدرون يسوون ريسايكلينج، ما يقدرون يتخلصون من الاكزيست بيورينز، فيصير عندهم increased levels of uric acid. شي يسموه هذا؟ يسموه هايبر يوريسيميا. Uric acid and its sodium salt, sodium urate اسمه، have poor water solubility. فش راح يصير بيهن؟ راح يترسبن as crystals in the synovial tissue. وين صاير synovial tissue؟ بالمفاصل of the joints. فهنا راح تبدي المشكلة من يترسب ال uric acid وال sodium urate، سبب انه هن poor water solubility بيهن. هذي دي وضح لنا شلون بور ووتر سولوبيليتي بي كي امالتن عالي. زين، عندي ميكانيزمات اثنين. اول شيء عندي الجي ام بي جوانوسين مونوفوسفيت، راح يتحول تفاعلات الى جوانوسين ثم الى جوانين، اخير شيء يتحول الى اكزانثين. انا هذا اللي يهمني الاكزانثين. الاكزانثين راح يجي فد عامل مساعد اللي هو الاكزانثين اوكسيدايز، راح يحوله الى يوريك اسيد. لازم نفرق بين الاكزانثين دبل بوينت او هنا دبل بوينت او هنا، تمام؟ NH 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 هذا ال N، واليوريك اسيد اللي يحتوي على نفس الاستراكشر بالضبط بس بي دبل بوينت او بهاي الجهه. زين، من اسمه اوكسيدايز ضاف له او. زين، ممكن يتفاعل ويا الصوديوم يسوي لي صوديوم يوريت. هذا بالنسبة لل GMP أو الجوانوسيل مونوفوسفيت. نجي على ال AMP اللي هو الأدينوسين مونوفوسفيت. ال AMP أيضا راح يمر بسلسلة تفاعلات راح يعطيني الهايبوكزانثين. هايبوكزانثين حالة حال الإكزانثين، بس سميناه هايبو لأن وحدة من ال OH وكذلك ال H اللي ويا الآن ما موجودات هنا. زين، سمينا هايبوكزانثين. فراح يشتغل علي الاكزانثين اوكسيدايز ايضا يحوله الى يوريك اسيد، ممكن يتفاعل ويا الصوديوم يصير صوديوم يوريت. ف بوث باثويز، سواء باثوي مال جي ام بي او الاي ام بي، بالاخير راح ينتجن لي يوريك اسيد. زين، هسه فهمنا شلون دي يتولد اليوريك اسيد بالجسم. يوريك اسيد كريستالز انكلود اندوس، عفوا يحفز ان الليكوسايت انه يهاجرن ميجريت تو ذا جوينت اند انجولف ذا كريستالز باي فاجوسايتوسيس. زين، هذه الكريستالز مال يوريك اسيد صارت بالساينوفير فلويد بالجوينت. من راح تجي كريات الدم البيض تهاجر من غير اماكن، تجي تسوي لها فاجوسايتوسيس، تسوي لها بالعمل. كريات الدم البيض ما راح تقدر تهضمها، فايش راح يصير بيها؟ راح تموت. فمن تموت شلون راح يصير بيها براستينج؟ شلون تتكسر تتمزق كريات الدم البيض؟ فراح يطلع من عندها الانفلاماتوري ماتيريالز، راح يصير انفلاميش. كريات الدم هي ايش بيها؟ بيها لايسوسومال انزيمز، الفري راديكالز مال اوكسجين، فراح يصير انفلاميشن بهاي الاريا اللي وصلها كريات الدم البيض. هاي فكره الانفلاميشن شلون دا يصير، انه ما تقدر تهضم هاي الكريستالات مال تليوريا، فبالتالي راح تموت الكريات الدم البيض، تطلع من عندها الانزيمات الحاله والفري راديكالز، فبالتالي يصير انفلاميشن بالمنطقة. مو مذكور هنا قايل انه ورا ما يصير فاغوسايتوسيس للكريستالز، هذا البروسيس راح يعطيني اوكسجين ميتابولايتس هنا الراديكالز اللي يسوون تيشو دامج. زين، اند ريليس لايسوسومال انزيمز ذات برودوس انفلاماتوري ريسبونس. زين، هذا شيء يسموه اكيوت جوتي ارثرايتس، يعني التهاب مفاصل نقرسي حاد. دراجز ذات تريت جوت فول انتو اربع كاتيجوريز عندنا. من هم الانهبيترز اوف يوريك اسيد سينثيسيس، امنع تصنيع اليوريك اسيد من الاساس. زين، هذا اول شيء. ثاني شيء اليوريكوسوريك ايجنت، ذن اليوريكوسوريك ايجنتس انكريز اكسكريشن اوف يوريك اسيد، ازيد الطرح مالته. ثالث شيء عندنا
الانهبيترز اوف ليوكوسايت ميجريشن انتو جوينتس، يعني اشل حركه الليوكوسايت ما خليها تتوجه للجوينتس وتقوم تحاول تبتلع اليوريك اسيد بعدين تتمزق وتؤدي لهذا الى انحلالها وخروج اللايسوسومال انزيم والفري راديكال ويسوون التهاب بالمنطقه. رابعا عندي النسايدز اللي هي شغلتها تقلل الالتهاب زين والبين كذلك. بالنسبه للكرونيك جوت اكيد راح ينقسم الى كرونيك واكيوت. الكرونيك can be caused by number of conditions. الحالات اللي ممكن تسبب الكرونيك اول شيء genetic defect such as one resulting increase the rate of purine synthesis اللي هو اصلا بجسمه عنده increase rate of purine synthesis. للتذكير حلقه البيورين هياتها هي تجمعها بالجسم يؤدي الى انتاج excess urea فيصير الجوت يصير hyperuricemia. renal insufficiency يعني ما نقدر نطلع هذه البيورينات او اليوريا الزايده من الجسم. Excessive synthesis of uric acid associated with certain form of cancer chemotherapy due to massive killing of cells. أي عملية تدمير خلايا بأي كائن حي راح يتبعها إنتاج uric acid. فإذا صار تدمير خلايا بشكل كبير مثل بالسايتوتوكسيك دراجز اللي تعالج السرطان راح تؤدي إلى قتل خلايا بشكل كبير وبالتالي إنتاج uric acid بشكل كبير فيصير chronic gout. زين شنو علاجات الكرونيك جوت treated with uricosuric agents اللي قلنا these affect the active transports in the site of the kidney and decreases the reabsorption of uric acid in the proximal tubules. نوضحها أكثر. هذا proximal tubule هذا uric acid زين. هذا أكو فد active transporter يجي ياخذه لليوريك acid يراجع على الجسم. أنا شو راح أسوي؟ راح أسوي بلوكينج لهذا الأكتيف ترانسبورتر عن طريق اليوريكوسوريك ايجنت زين فحتى ينطرح ومنع الريابزوربشن مالته تحديدا بالبروكسيمال تيوبيول. ثالث شيء عندي منه انهبيترز اوف يوريك اسيد سينثيسيس امنع تصنيع اليوريك اسيد سينثيسيس من الأساس عن طريق الاكزانثينز وغيرهن راح نجي ناخذهم زين. الأكيوت اتاك اوف جوت These can result from number of conditions. تصير بسبب عدد من الحالات. الأكيوت أما عن طريق الكحول ماكو هنا جينيتيك. هنا أنا excessive alcohol consumption, diet rich with purines, والكيدني ديزيزز اللي ما دا يقدر يطرحهن قلنا. Acute attack شلون نعالجها treated with drugs that decreases movement of leukocytes. قلنا نشيل حركة الليكوسايتس into the affected area. والنسايد مثل الاندوميثاسين اللي يسوي decreasing inflammation وكذلك decreasing للبين بنفس الوقت. بعد عندنا اليوريكوسوريك ايجنت راح نجي ناخذهم واحد واحد اللي يساعدنا بطرح اليوريك اسيد من الجسم. اول واحد البروبينسيد. طبعا هذا البروبينسيد بالمناسبه بدنا نصرفه بالصيدليات حتى ويا بعض الانتيبايوتكس حتى يطول الهالف لايف مالتهم. هسه نفهم شلون الستراكشر مالته. بنزويك اسيد 4 داي بروبيل امينو سلفونيل. جماعه اليوريكوسوريك هذا الستركتشر مالته ببروبيل من ناداي بروبيل امينو وسلفونيل هذا وكذلك البنزويك اسيد هذا زين. بروبينسيد انهانسز اكسكريشن اوف يوريك اسيد انه يبلك الريابتيك مالته فروم رينال تيوبيولز تحديدا البروكسيمال قلنا فور تريتينج كرونيك جوت. يشتغل على كرونيك جوت. يقول لك اشرب كمية كبيرة من الماء لأن قلنا اليوريك أسيد هو water insoluble فممكن يسوي كريستالز ويترسب فيسوي شلون نسميها يعني حصى أو ترسبات بالكلى of water to prevent development of kidney stones. زين. It also blocks the tubular excretion of penicillin. هاي فائدة إله إنه يمنع طرح البنسلين يمنع tubular excretion of penicillin والسيفالوسبورين and sometimes يستعملوا حتى يطولون البلازما levels of these drugs to increase and prolong plasma levels. أنا ما أريد أخسر مفعول البنسلين ولا السيفالوسبورين بسرعة في حالات معينة فأصرف ويا بروبينسيد حتى ما راح ينطرح من الجسم بسرعة وحصل أكبر فائدة من هذا الأنتيبايوتيك. هاي الفكرة. أما بالنسبة لليوريك أسيد هو يمنع الريأبزوربشن مالته ويخليه ينطرح. It also inhibits excretion of other acidic drugs اللي هن عندنا منه الأسيديك النسايد النابروكسين الكيتوبروفين والإندوميثاسين أيضا يطول الهالف لايف مالتهن. ثاني واحد عندنا باليوريكوسوريك ايجنت اللي هو الليزنيورايد. الليزنيورايد شلون أعرف الستركتشر مالته الوحيد اللي بيه
هاي نسميها ترايزول المثلث. زين، هو صنعت شركة استرازينيكا أخذت موافقة الـ FDA بـ 2015 للـ Chronic Gout Inhibits Function of Transporter Proteins Involved in Uric Acid Reabsorption in the Kidney. نفس الميكانيزم يمنع الـ Transporter Proteins اللي ترجع الـ Reabsorption مال الـ Uric Acid للكيدني فيخليه ينطرح. زين، يستعملون ويا من هذا الليزنيوراد يستعمل ويا الإكزانثين أوكسيديز Inhibitors such as Allopurinol والفيبوكسوستات. هسه نجي ناخذ الالوبيورينول والفيبوكسوستات يسموهم اكزانثين اوكسيديز انهبيترز. ليش دا نستعمل الليزونيورايد وياهم؟ الليزونيورايد اللي هو عباره عن يوريكوسوريك اللي يساعد بالطرح باليورين مال يوريك اسيد. الاكزانثين اوكسيديز انهبيترز احنا عندنا اول واحد الالوبيورينول. الالوبيورينول هذا وظيفته بيوراين انالوج، يعني يشبه البيوراين الاستراكشر ما تشوفون هنا يشبه البيوراين مجرد بي دبل بوينت او. زين، ذات يوز تو تريت كرونيك جوت. هذا كومبيتيتيف انهبيت اكزانثين اوكسيديز ريزلتنج ان بولد اب اوف اكزانثين اند هايبوكزانثين. للتذكير هذا الاكزانثين كان عندنا يجينا من السايكليك جوانوسين مونوفوسفيت والادينوسين مونوفوسفيت. الاكزانثين والهايبوكزانثين مو كان يصير بي اوكسيديشن ويتحول الى يوريك اسيد؟ انا هذا الشيء ما اريد يصير، فاجيب فتشي حتى يمنع هذا الإكزانثين إنه يتأكسد. زين، يتنافس ويا على أكسد حتى يمنع تحوله إلى يوريك أسيد. جبت هذا الشيء، جبت الألوبيورينول، هذا قام يتنافس ويا الإكزانثين على أكسده، قام هو يتأكسد وما يخلي الإكزانثين يروح يتأكسد. فقلنا كومبيتيتيفلي إنهبتس إكزانثين أوكسيديز ريزولتينج إن بولد أب، راح يصير هواية إكزانثين وهايبوكزانثين بالجسم ما يتأكسدين يبقين. ذني عادي حتى لو صار هواية، لأن ذني more water soluble. زين، و then uric acid and are cleared by the kidney without deposition بالjoints، مو مثل مشكلة اليوريك أسيد. ذني metabolites إكزانثين وهايبوكزانثين نقدر نتخلص من عندهم. The major metabolites اللي هو alloxanthin، هذا الالوكزانثين بعد ما يصير لأكسده للالوبيورين which also inhibits أو يعتبر an inhibitor of xanthine oxidase with long half-life. الميتابوليزم مالته أيضا شغال، أيضا عنده فعالية والفعاليته دوم من 18 إلى 33 ساعة. هذا فيما يخص الالوبيورينول. هسه نجي للثاني، الدرج الثاني بالxanthine oxidase inhibitors اللي هو الفيبوكسوستات. الفيبوكسوستات هذا الاستراكشر مالته اعتقد من هاي الان يعني نقدر نتذكرها، يعني نعرف الاستراكشر انه هذا هو فيبوكسوستات ان تربل بوند. زين، واستراكشر كبير. فيبوكسوستات از نون بيورين سيلكتيف انهبيتر اوف اكزانثين اوكسيديز يوز ان كرونيك جوت. زين، هذا مو سيلكتيف على البيورين، يعني مو شرط انه شكله يشبه الاكزانثين حتى يسوي له انهبيشن. قلنا قبل شويه قلنا هذا الالوبيورين شكله يشبه الاكزانثين فيسوي له انهبيشن عن طريق الكومبيتيشن. هذا شكله ما يشبه البيورين، بس لا، هو سيلكتيف انهبيتر للاكزانثين اوكسيديز نفسه، للانزيم، يمنع الانزيم انه يتكون ويأكسد الاكزانثين. فقلنا هذا نون كومبيتيتيفلي بلوكس ذا كينل ليدنج تو اكتيف سايت اون اكزانثين اوكسيديز، يعني يمنع الكنال اللي توصل للاكتيف سايد مال الاكزانثين اوكسيديز، فراح يبلك لنا الاكزانثين اوكسيديز اللي هو المسؤول عن تحويل الاكزانثين الى يوريك اسيد. زين، هذا شغله في بوكسوستات. الميتابوليزم اكرز باي كونجيجيشن او كونجيجيشن اللي هي بالاوميجا والاوميجا ناقص واحد اوكسيديشن بالايزوبيوتيل جروب. مو صعب نلقاها، هاي الايزوبيوتيل جروب، هاي الاوميجا، وهاي الاوميجا، وهاي الاوميجا ناقص واحد. زين، هنا يصير الميتابوليزم مالته عن طريق الاوكسيديشن. بعد ايش عندنا؟ عندنا اخير شيء الليكوسايت ميجريشن انهبيتر. هذا استعملناه بالاكيوت جوت. هذا شنو معناته؟ معناته اشل حركه الليكوسايت، ما خليها تتحرك وتروح على اماكن اللي بيها انفلاميشن، فبالتالي ما راح تتمزق قلنا وتفرز انزيماتها والفري راديكلز مال الاكسجين مالتها وتسوي التهاب. هو اول شيء عندنا الكولتشيسين. الكولتشيسين شلون احفظ الاستراكشر مالته؟ او مثل متكرره كل
كلش هواي بالستركتشر مالته، تقريبا 4 مرات عندنا راح نشوف الاوميثيل. كولتشيسين هو بلانت الكالويد الى اخره، استعملوه من السكس سنتري، هذا هم حكي هيش هنا. المهم الكولتشيسين راح يتشلب بالتيوب، راح يسوي بايندينج بيمن بالبروتين اللي يصنع الاقدام مالت الليكوسايت التيوبيولين، هو هذا اللي يسوي التيوبات اللي تساعد بحركة الليكوسايت، فراح يشيلها للليكوسايت. binds to tubulin causes depolymerization and disappearance of fibrillar microtubules. بعد ماكو microtubules واللي هي الأقدام اللي تتحرك بها الليكوسايت، فبالتالي راح يسوي inhibition للحركة الهاي migration مال الليكوسايت للinflamed area and decreases their phagocytic activity، راح يقلل قابلية البلع مالتهن. بالإضافة إلى ذلك الكولتشيسين often administered together with uricosuric agent، يعني أيضا حتى مو بس أشيل حركة ال WBCs white blood cells، حتى أيضا يطلع اليوريك أسيد بنفس الوقت من الجسم بالأكيوت أتاك أوف جوت. كنا يستعمل it get recycled in the bile and is excreted largely unchanged. زين هذا مو رينال، bile mainly side effect diarrhea bone marrow damage anemia، بالهاي دوزز ممكن يكون فيتال، لأنها تكون خلصت الملزمة.